في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية على المواطنين تواصل وزارة الإسكان تسليم شهادات التخصيص بمدينة شرق سترة وتسليم المفاتيح في مدينة سلمان لأصحاب الطلبات ضمن القوائم التي قامت بإعدادها بصورة مسبقة نعم هذه التوزيعات المستمره تؤكد حرص القياده الرشيده على الاهتمام بتطلعات المواطنين بتوفير السكن الملائم ودعم خطط المشاريع التنمويه والاسكانيه كما ياتي ذلك ضمن خطه التعافي الاقتصادي. جهود واضحه تعكف عليها وزارة الإسكان تنفيذا لأوامر سمو ولي العهد رئيس الوزراء الموقر بتوزيع ألف وحدة سكنية إضافية في مدن البحرين الجديدة فهذا النهج الثابت للحكومة الموقرة وحرصها الدائم على توفير السكن الملائم ودعم خطط المشاريع التنموية والإسكانية يأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي في اطار توجيهات سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه وتنفيذا لامر سيدي صاحب سمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه آه يعني الحمد لله نمشي في وزاره الاسكان ضمن آه الجدول الزمني لتوزيع آه 2000 وحده سكنيه اضافيه وذلك بامر سمو ولي العهد الله يحفظه آه اليوم الحمد لله وزاره الاسكان ابتدت في توزيع مفاتيح بيوت في مدينة سلمان وللأمانة مدينة سلمان مدينة نموذجية من خلال واجهتها البحرية ومن خلال جودة الحياة اللي فيها ومن خلال البنية تحتية والمساحات الخضراء وأيضا تصاميم البيوت سعيدين جدا اليوم أن المواطنين استلموا بيوتهم وذلك تنفيذ الأمر سيدي جات الملك فدة وسيدي ولي العهد واليوم الحمد لله نشوف هناك يعني بيوت ايضا تحت الانشاء وقيد التنفيذ ان شاء الله لمراحل قادمه ايضا في مدينه سلمان ونتمنى ان شاء الله للمواطنين اللي سكنوا بيوتهم اليوم ان الله يبارك لهم في بيوتهم ويوفقهم ان شاء الله. الى ذلك فقد عبر المواطنون الحاصلون على الوحدات السكنيه عن بالغ سعادتهم بالاهتمام الكبير الذي توليه القياده الرشيده بالملف الاسكاني. مؤكدين على أنهم يشعرون بسعادة غامرة على بيت العمر نشكر سيدي جلالة الملك أحمد بن عيسى الخليفة وكذلك سمو ولي العهد رئيس الوزراء على هذه يعني المبادرة الكبيرة جدا لحلحلة الملف الإسكاني وهو من الملفات المهمة في مملكة البحرين الحمد لله ربعين أشكر وال... ولي العهد على هالمكرمه اللي اجاز الينا فيها ونشكر وزاره الاسكان ما قصرت يعني صراحه اعطتنا بيت الاسكان وان شاء الله اقرب وقت ان شاء الله نحصل لنا اول شيء اشكر سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ملك مملكه البحرين وعلى بعده سمو ولي العهد حضره صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد على اهتمامه بشؤون الاسكان وتوصيته على توزيع الوحدات ل 2000 وحده سكنيه وإن شاء الله للأفضل والأقدم خطط مرسومة ومشاريع متميزة تقوم عليها وزارة الإسكان بتوجيه حثيث من الحكومة المواقرة فقد سخرت الوزارة كافة إمكانياتها لتنفيذ الجدول الزمني لتوزيع الوحدات السكنية على المستحقين وفق المواعيد المقررة في إطار التوجيهات الملكية السامية وتنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. بوتيرة عمل متسارعة توصل وزارة الإسكان عملية تسليم الوحدات الإسكانية على المواطنين المستحقين من مختلف محافظات المملكة ضمن الجدول الزمني المقرر الذي تعمل عليه الوزارة في الوقت الحالي. خولة لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.